هلا انا بخلي ديانا تقول لكم ان احنا جايين للسيتي ووك اليوم. والحمد لله كانت سنة 2023 اول سنة واول مرة ابدا فيها مسيرتي في المحاماة. طب ايش احلى شيء صار لكم فيها؟ اشياء مرة كثيرة. في شيء صراحة حلو صار من 21 معاهم حول العالم ان شاء الله كلنا نبغى حول العالم. ما شاء الله عندنا المملكة خلاص صارت ايوه مش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. وللمرة الثانية وأنا بالنسبة لي للمرة المية في نفس المكان بس للمرة الثانية مع ديالة. خلاص أنا بعد كده ما هعرب عليها لأنكم المفروض تكونوا عرفتوها شخصية أشهر من نار على علم صراحة. نطلع شكو كتير نطلع مع بعض كتير. الليلة أنا بخلي ديالة تقول لكم أن إحنا جايين للسيتي ووك اليوم. ليه يا ديال؟ هنسأل عن سنة جديدة، كل عام وانتم بخير وانتم بالصحة والسلامة. ايش اهدافكم؟ صحيح طبعا كلنا نعرف يا جماعة عام 2023 عام صراحة عدت فيه كثير من البلدان بحروب. نسأل الله انه يرفع عنا الحروب والبلاء وينصر اخواننا في غزة وفي السودان وكمان يصبح حال البلاد جميعا وبلاد المسلمين. طبعا في دول كثيرة صراحة بتعاني من الحروب، يعني ما ننسى سوريا والعراق وليبيا، دول كثيرة جدا جدا. لكن يعني 2023 كانت سنة صعبة بالنسبة لأهلنا في غزة وفي السودان. نسأل الله أنه يرفع عنهم البلاء وإن شاء الله ينصرهم على العدو الظالم. وطبعا لا ننسى صراحة السنة دي كانت بالنسبة للمملكة العربية السعودية سنة ما شاء الله تبارك الله إنجازات عديدة. أيوه إنجازات عديدة شهدنا فيها. أول حاجة كأس العالم للأندية، كمان السعودية فازت بتنظيم مهرجان إكسبو 2030، وكمان في نفس الوقت تنظيم كأس العالم 2034. فصراحة ما شاء الله تبارك الله نتمنى للمملكة مزيد من التقدم إن شاء الله. لسه في إنجازات جاية كثيرة ولسه كمان في إنجازات فعلا جاية كثيرة. يعني حتى أنا في مجالي كمان في إنجازات إن شاء الله. جاية هتشوفوها القدام بإذن الله تعالى في مجال الطيران. أنا حمد معك أنت يا ديالي، حكينا عن سنة 2023، إيش الأشياء الحلوة اللي حصلت فيها وإيش الأشياء السيئة اللي صارت فيها ما تتمني إنها تحصل معك في 2024؟ صراحة سنة 2023 كان فيها أشياء سلبية وإيجابية. أيوة الحمد لله عدت على خير الحمد لله. يعني احنا شيء كل شيء كان حلو فيها صراحة، بس يعني الشيء السلبي من الحروب. يلا يا جماعة ما نطول عليكم في المقدمة وخلونا نبدأ حلقة. يلا جاهزة؟ جاهزة. يلا أنت اللي حتكون البداية. تمام يلا يلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. تمام. بمناسبة باقي يومين على السنة الجديدة. طيب أباكم تقولي كيف سنة 23 كانت؟ حلوة. والله صراحة حلوة. طب إيش أحلى شيء صار لكم فيها؟ أشياء مرة كثيرة. يعني احتفلوا في حفلة التخرج في كافي مفاجأة. آه ما شاء الله مبروك. يعني أساس برضه أشياء كثيرة وجدنا أشياء جديدة وأشياء كثيرة حلوة. ما شاء الله. طب إيش أسوأ شيء صار فيها؟ صراحة الثانوي صعبة. الحمد لله تخرجت. بس لحماك ولا شيء الحمد لله. ولا شيء الحمد لله. طيب ايش اهدافكم في السنة الجديدة؟ بس الغنية. ان شاء الله كلنا نوصل. يعني ايش نفسك تتمني؟ احقق الاشياء اللي في بالي. احقق الاشياء اللي في بالك تمام. طيب خلاص بس يعطيكم العافية. شكرا. السلام عليكم كيف حالك؟ السلام ورحمة الله. عرفنا عن نفسك. تركي المالكي. حبيبي يا تركي. أبغاك تحكيني إيش أفضل شيء صار لك في 2023؟ أفضل شيء صار لي في 2023 إني كنت متغرب في الطائف بسبب إنه إيش أدرس جامعة. تمام ما شاء الله. فخلصت الحمد لله. الحمد لله. إيه ورجعت جدة واستقريت مع أهلي لأن أهلي هنا في جدة. صراحة أحلى حاجة صراحة الواحد يجي في حضن أهله يكون قريب. إيه ويكون مع أهله صح يعاونهم يساعدهم. أيوة الحمد لله. الحمد لله. إيش ناوي تسوي في 2024 اللي هي أهدافك وإيش ناوي تحقق في 2024؟ ناوي إن شاء الله إني أحصل وظيفة عشان أكون نفسي عشان أبدأ أطور من نفسي وأبدأ حياة عملية وتكون أيوة. وتكون ربيت وتكون أسرة كده. الله عليك إيوه. إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ونتمنى إن الله يحقق لك جميع أحلامك بإذن الله تعالى. حبيبي الله يعطيك العافية. جميعين. حقيقة يا أخوي تركي الله يعطيك العافية على المقابلة الجميلة. ذكرني صراحة موضوع عن الغربة وما الغربة ذكريات جميلة جدا جدا. طبعاً يا جماعة أنا كنت قبل أسبوعين من الحرب كنت في السودان. حقيقة يا جماعة لمات العيلة ليها طعم تاني. بنات خالاتك مع جدتك جدك. انا طبعا جدتي وجدتي الله يرحمهم نعم التوفيق، لكن الحمد لله اللي هم الحيين الله يرزقهم طول العمر. صراحه يعني حكاويهم ما بنمل منها. انا صراحه يا جماعه احنا يعني حقيقه في المملكه العربيه السعوديه وفي السعوديه عامه حاسس اني ما غريب نهائيا. اول حاجه انا مواليد المملكه العربيه السعوديه، وحقيقه يا جماعه البلد دي خير علي كثير جدا جدا اكثر من بلدي السودان، وبقولها وما خايف من اي زول صراحه. يعني الحاجات اللي انا لقيتها في المملكه العربيه السعوديه صدقوني ما كنت حلقاها في بلدي السودان.
بس يعني صراحة موضوع الغربة زي ما قلت لك يعني لمس وادي ولمس وجداني. وأنا بهدي لك مقطع أبو 10 ثواني، يا غريب عن ديارك مصيرك تعود. كيف حالك؟ الحمد لله. انت كيف حالك؟ الحمد لله. طيب، بمناسبه انه باقي يومين على السنه الجديده، كيف سنه 2023 كانت؟ يعني في البدايه كانت مو حلوه، بعدين صارت حلوه. طيب ايش اسوء شيء واحلى شيء صار لك فيها؟ اسوء شيء كان عشان يعني مستواي كان مو كويس في الدراسه. ان شاء الله كيف؟ ايوه الحين خلاص عديت. الحمد لله. وايش احلى شيء؟ اني سافرت. الحمد لله. فين سافرتي؟ رحت اندونيسيا بالي. ما شاء الله، حلو. طيب كيف نسبه حماسك للسنه الجديده؟ مرة متحمسة لها الصراحة. وش إنجازاتك اللي حتسويها؟ إيش مخططة تسوي السنة؟ السنة الجاية حتخرج خلاص. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. مقدم. الله يسعدك. وش تاني؟ وش تسوي؟ طموحاتك؟ إني أقدم في الجامعات ويقبلوني. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عن نفسك. معك فيصل العباسي. حبيبي فيصل، كيف حالك؟ تمام؟ الحمد لله بخير. حبيبي يا حبيبي فيصل، تحكيني عن افضل شيء صار لك في سنه 2023. اول شيء بسم الله، انا تخرجت طبعا من الجامعه قبل سنتين. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله كانت سنه 2023 اول سنه واول مره ابدا فيها مسيرتي في المحاماه. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. وحابب يعني ان شاء الله في عام 24 والسنين القادمه نكون افضل وافضل في مسيرتي يا رب. باذن الله تعالى. باذن الله. انت طبعا سبقتني في السؤال، انا كنت راح اسال ايش اللي هي طموحاتك في 2024. معلش سامحني. لا ما عندك اي مشكله، بالعكس. الله يعطيك العافيه. شكلك حسيت ان انا ايش راح اسال. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايش هدف ثاني من اهداف 2024؟ والله طبعا اكمل اللي هو مسيره علاجي ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله تعالى. باذن الله يكون ربي كاتب لك كاتبكم الخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك اخوي. الله يعطيكم العافيه. ونتمنى انه ربنا يحقق امانيك باذن الله تعالى، وسنه 2024 تكون سنه خير عليك باذن الله تعالى، وتكمل علاجك وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه. شكرا لك على وقتك. شكرا. كيف حالكم؟ الحمد لله. عرفونا عن نفسكم. اسمك؟ رتيل. روينا. جنى. وتين. يا اهلا. طيب بمناسبه انه باقي يومين على السنه الجديده، كيف كانت سنه 2023؟ انا بالنسبه لي انه السنه كانت حلوه، بس يعني الامطار وكذا الفتره هذه مره زعلتني. وانت؟ وانا كمان مره عجبني، يعني من جد 2023 يعني واحد من احلى يعني السنه اللي. طب قولي ايش لك احلى شيء فيها؟ يعني بس كذا الخرجه مع صحباتي واجي هنا. أكيد. مره حلو. وانت؟ 2023 مرة في ميموريز كتير، وأحس يعني الحمد لله فتحوا كده ديسمبر السيتي واك الليتل آسيا، عشان كمان الجو حلو والأمطار مرة بتخليه يعني أحلى. طيب وانتي؟ أنا هذه السنة رحت شو اسمه كونسرت حق 80s جروب جو، ومرة مرة استمتعت، كان أحلى سنة في حياتي. طيب إيش في شيء سيء صار فيها؟ أنا ولا شيء الحمد لله. 2024 ايش نفسكم يصير؟ انا بالنسبه لي انه مثلا يجوا كذا كونسرت جديده، يعني تي اكس بي وان هايبن و17 يعني جينز ونيو جينز يعني فرق لسيرافيم ان هايبن ستري كيدز تي اكس بي وفرق يعني كثيره. ايوه تي ون هارموني. وانت كلنا كون كلنا ايوه لازم يجوا. ايش نفسكم يصير؟ لازم يجوا جد يسووا كونسرت مره حلو. شوفوا ان شاء الله يفتحوا يعني اماكن جديده زي اليابان اللي هو فتحوه. ايوه اللي حق اليابان. ايوه الانمي. ايوه الانمي مره كان حلو ما شاء الله. ان شاء الله نشوف ان شاء الله اذا سواها. تمام، يعطيكم العافيه. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله على الابتسامه. عرفنا. الله يخليك يا حبيبي. معك ابراهيم عزوز. حبيبي ابراهيم. 21 سنة من سكان جدة ومواليد جدة. ما شاء الله تبارك الله. اخوي ابراهيم، ايش افضل شيء صار لك في 2023؟ والله هو شوف ما في شيء صراحة حلو صار في 2023. لا بالعكس الحلو انه شفتها. الله يسعدك والله. انا بالعكس الله يخليك. حاجة حلوة جدا جدا في 2023. يعني ممكن اللي صار. ايوه. يعني الحمد لله ترقيت في الوظيفة و صار لي منصب احسن الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ده شيء حلو صراحه. يا رب لك الحمد. طيب ايش اسوء شيء صار لك في 2023؟
وما تتمنى انه يتكرر معك. اوه خلينا نفكر في واحد. هو موضوع صراحه يعني كان تجربه. ايوه جربت احط فلوسي في واحد من تطبيقات الليل انفستمنت ومش عارف ايه الكلام. استثمار استثمار في الانترنت وانسرقت. هذه يمكن أسوأ حاجة صارت لي بحياتي مو في 23. صراحة يعني الله يعطيك العافية على المعلومات الجميلة دي. يعني جماعة لازم ننتبه من المصادر اللي هو التطبيقات، لازم نعرف ايش مصدرها وهل التطبيق موثوق او لا. انا صراحة جاني رقم من الواتساب، وانتبهوا من اي رقم يا جماعة يجيكم في الواتساب يقول لكم احنا استثمار ما استثمار. مرة لا تصدق احد والله حياخذ فلوسك كلها. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل حد. بالعكس رب دارة النافع وان شاء الله. اي والله والحمد لله بعدها باسبوع ترقيت في الشغل ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايش اهدافك 2024؟ شوف مهما يكون اللي حيصير في 2024 اهم حاجه يكون معايا فلوس. طيب فرضا معاك فلوس، ايش ناوي تسوي بالفلوس؟ والله شوف للامانه يعني هو ما ابغى ينقال بعدين انه والله هذا شيء يعني بتمثل عشان الكاميرا ولا شيء، لكن والله وانه انا صغير احب افعل الخير. فباذن الله يعني ان شاء الله ان شاء الله اني قد ما اقدر بفعل فيها خير. ان شاء الله ان شاء الله يعني ما يهمش يكون الخير، المهم انما الاعمال بالنيات، اذا نيتك خير صدقني ان شاء الله باذن الله على قد نيتك باذن الله. الله يسعدك والله فرصه سعيده ولنا الشرف ان احنا نطلع في قناتك. الشرف لنا والله. شكرا على وقتك. الله يعطيك العافيه حبيبي. تسلم تسلم. كيف حالكم؟ تمام. باقي يومين على السنة الجديدة، أبغاكم تقولوا كيف كانت 2023؟ إيش أحلى شيء وإيش أسوأ شيء؟ أحلى شيء احتفلنا بتخرج يا أختي. الله يرحمها. ما شاء الله مبروك. انبسطنا والسنة كان في تخرجات ما شاء الله. ما شاء الله مين؟ أنا. ما شاء الله مبروك. خلاص على الجامعة؟ لا هذه ثانوية وهذه راح نتوسط. تمام إن شاء الله. طيب إيش أهدافكم في السنة الجديدة؟ حقيقة كلها ايش؟ كلها تتحقق ان شاء الله. ايش نفسك طيب ايش تتحقق؟ انجح ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نفسها تسوق قبل مره. ما شاء الله. يلا ان شاء الله عقبال رخصة كمان. وانتم؟ ايش نفسك يصير؟ نفسك روح الكويت فاكرين؟ الله يلا ابغى اسافر تركيا. تركيا والكويت ان شاء الله يا رب سفرة قريبة. وانتي؟ وسافر كمان. وانت ايش نفسك تسافر؟ والله انا نفسي معاهم حول العالم ان شاء الله. كلنا نبغى حول العالم. ما شاء الله عندنا المملكه خلاص صارت. ايوه ايوه ما شاء الله يعني. ان شاء الله نزور الرياض موسم الرياض لازم. ايوه لازم كلنا يا رب ان شاء الله نسوي مقابله هناك معاكم. ان شاء الله ان شاء الله. تمام يعطيكم العافيه. شكرا. كثير من الناس يا جماعه اللي انا عملت معاهم مقابلات كل احلامهم انهم يتخرجوا من الجامعه او يحصلوا وظيفه. صدقوني يا جماعه انا دائما في البدايه كنا زيكم. انا صراحه مريت بجميع المراحل اللي انتم مارين فيها الان. طبعا زمان يا جماعه اهلنا كانوا يقول لنا تخلص من المدرسه توصل الجامعه وترتاح، تخلص من الجامعه تشتغل ترتاح. صراحه أنا الحياه ما فيها راحه، الحياه كل يوم فيها تحدي جديد، فعودوا نفسكم دائما تكونوا انكم قدر التحديات. انا صراحه ما بطمنكم نهائيا، انا بقول لكم الكلام الحقيقي. دائما بقول يا جماعه الحقيقه مره، فانت لازم يا جماعه تتعودوا على الحقيقه وتعودوا على نفسكم انكم تكونوا اقوى وتكونوا صلبين وتواجهوا التحديات. كثير من الناس يا جماعه بدوا في سن صغير جدا جدا التجاره، وكثير من الناس فتحت شركات خاصه كانوا مجرد موظفين عاديين جدا جدا، واكثرهم يعني عندنا كثير من رجال الاعمال كان عباره عن موظف عادي، وفي الاخير ما شاء الله تبارك الله اصبح من اغنى اغنياء العالم. والحمد لله استمعنا الى صوت الرزان وارتفع صوت الحق ولا صوت يعلى عليه. زي ما قلت لكم يا جماعه خلونا نرجع لموضوعنا. عندكم يا جماعه بيسوس كان عباره عن موظف عادي جدا جدا في احد الشركات المعروفه، وبعدها ما شاء الله تبارك الله قرر انه يفتح شركته الخاصه وبدا فيها حب لحد ما بقت من اكبر الشركات في العالم. كل شركه دي انتم بتعرفوها اللي هي شركه امازون، واصبح اغنى رجل في العالم وثروته تجاوزت 100 مليار دولار. لكن صدقني في الاخير انت لما تبدا بحاجه حقتك انت هتشتغل عليها وهتبدع فيها، وخصوصا انه حاجه لو انت بتحبها. الليله لو بتدي طاقتك 80% من طاقتك لشغلك وعملك عشان انت العمل ده ما حقك، هتديه مثلا 80% وهتوقف على كده. حتى لو في حاجه حابب تضيفها ما حتضيفها، عشان حاجه في الاخير ما هتعنيك، هتقول انا مالي ومالي انا باخد راتب والسلام عليكم. لكن لو تكون حاجه ده حقتك صدقني هتديها 150%. كثير من الشباب في وطننا العربي وتحديدا هنا في المملكه العربيه السعوديه بدوا ببراندات صغيره، وفي منهم بدا فود تراك، وفي منهم بدا بحاجات جدا صغيره، والان ما شاء الله تبارك الله عندهم براندات تنافس البراندات العالميه. دائما يا جماعه خلوا طموحكم يعانق عنان السماء، وخليكم دائما زي ما قالت لكم المملكة العربية السعودية في العام الوطني السابق أحلم وحقق. أحلم
وخلي حلمك حقيقة. الله يعطيك العافية ديالة على اليوم. صراحة اليوم صراحة ديالة كانت هي بطلة الحلقة. أنا صراحة اليوم كنت تعبان يعني حقيقة ما بكل طاقة. لكن الله يعطيك العافية ما قصرت صراحة. سلامات ما تشوف. الله يعطيك العافية الحساسية زي كذا. إيش انطباعك يا ديالة على اليوم؟ صراحة كان مرة حلو الحمد لله، يعني حتى الناس أسئلتهم وأجوبتهم كانت مرة جميلة صراحة. حسيت فرق عن أول يوم صح اللي هو المقابلة الأولى اللي كانت. أيوة صح يمكن المقابلة الأولى كانت فيها أحداث. ايش الرسالة اللي حابة تقدميها للناس بما انك انت سألت الناس عن اهدافهم وطموحاتهم ل 2024؟ والله يعني ما في رسالة، بس يعني ان شاء الله الله يحقق كل امنياتهم يا رب. كل الناس اللي يتمنوا شيء يتحقق ان شاء الله ويعيشوا بسلام. ان شاء الله باذن الله تعالى. انا صراحة عن نفسي يعني ما حضيف لهم شيء كثير، بس يعني اي شخص حابب يوصل لاهدافه لازم يعمل على اهدافه، وصراحه فيها حتكون عقبات كثيره لكل شخص. صح. فالواحد ما يستسلم من اول عقبه. صح. صدقوني لازم يشتغل على نفسه اكثر واكثر. ايوه لازم يشتغل على نفسه. صح. في السوشيال ميديا كل الناس الان بتشوف طبعا السوشيال ميديا وكذا وبشوفوا ناس كثيرين ناجحين. صح. انا مقتنع تماما انه اي حاجه بتجي بسرعه بتمشي. أيوة. بسرعه. صح. ناس. صح. كثيرين ظهروا بسرعه واختفوا بسرعه، ما عاد لهم وجود. لازم خطوه ورا خطوه. أيوة. ورا خطوه. الا الناس اللي هم بدوا من البدايه وكانوا مستمرين، فهم دول الناس اللي بيستمروا في السوشيال ميديا. نتمنى صراحة لكل الناس اللي طلعوا معانا أول حاجة بنقول لهم شكرا لكم جزيلا، ونتمنى لكم سنة سعيدة بإذن الله تعالى، سنة حافلة بتحقيق النجاحات. وأخونا فيصل من ذوي الهمم، يعني نتمنى إن شاء الله أنت تكمل رحلة علاجك، وإن شاء الله يعني تكون سنة 2024 فاتحة خير عليك إن شاء الله يا رب. وبرضه يا جماعة أحذروا النصب زي ما قال أخونا إبراهيم. صح. أحذروا النصب يا جماعة صراحة، حاولوا ابتعدوا عن الرسائل الوهميه، الناس اللي بتواصلوا معاكم بالواتساب. على فكره انا برضو قبل فتره صارت لي، تخيلوا يا جماعه متصل علي رقم فيرجن اللي هو 057 ويتكلم معي واحد هندي يقول لي انت عليك فاتوره في موبايل. ايوه كيف؟ في ارقام تيجي. أيوة. مره كثير رسائل. فللاسف هم طبعا ايوه بيستهدفوا كبار السن، وكبار. صح. السن طبعا ما بكونوا عارفين الحاجه، فاريد برضو يعني يحذروا ابهاتنا. لازم يتوعوا اكثر. ايوه يحذروا ابهاتنا من الاحتيالات دي. اختمي بعد كذا انا راح اخليك الختاميه. بس يعطيكم العافيه شكرا، كان يوم جميل. ان شاء الله. وبكذا تكون خلصت حلقتنا لليوم، اتمنى انه الحلقه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.